السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم اخواتي؟ جينا لكم بلعبة جديدة، لعبة البوبجي. طبعا لعبة البوبجي على البلاي ستيشن مختلفة عن لعبة البوبجي على الموبايل. اوكي، هلا راح العب لعبة البوبجي على البلاي ستيشن. فيها شغلات تختلف كثير عن الموبايل، يعني ما بتحس فيها مثل الموبايل ولا بتحس انها بوبجي بصراحة. هي اسمها يعني حتى اسمها بتختلف، بس هي نفس المراحل، نفس شو اسمه الخرائط، نفس كل شيء. واحلى من لعبه الموبايل بكثير. يعني انا بعد ما نزلت على البلاي ستيشن، بعد ما جبتها بطلت العبها على الموبايل ابدا. وطبعا الحساب اللي على البلاي ستيشن مو نفس حساب اللي على الموبايل، بيختلف طبعا. يعني انه ما فيني العب معكم شبكه على الموبايل، بس اللي عنده بلاي ستيشن فيني العب معه، واللي حابب يلعب معي على البلاي ستيشن يضيفني على الانستغرام، يبعث لي اسمه. رابط حساب الانستغرام موجود بالبايو. فهلا راح العب ونشوف. هذا الفيديو غريب، اول مره نزله، صار اول مره نزلت مصارعه، هي المره نزلت البوبجي. راح اصير انزل فيديوهات العاب جيمز على قناتي انا ويسرى، واحتمال اذا شفت فيه تفاعل راح اسوي قناه للجيمز بس، وانزل فيه العاب البلاي ستيشن. لحد نزلنا المصارعه، راح اصير ننزل لكم المباراه، وراح ننزل لكم الالعاب مختلفه كثير ان شاء الله. حتى ما فيني احدد الخريطه بكيفي، وما فيني اعمل شيء بكيفي، كله لحاله بيلعب، يعني مثل المراحل. بس صعب تقتل فيه، يعني كثير صعب، يعني مو سهل لما بدي اقتل شخص. هذا البشع باللعبه، يعني انه بدي اقتل واحد بده احيربه ساعه، يخرب بيته، تتخبى. هلا بشوف التحكم باللعبه صعبه هيك، بالكبسات وكذا، بدك تعين عليه ساعه كل كبسه. مثلا بتشيل شغله من الارض، بدك تشيلها بكبسة وتركبها تركيب. هلا بنشوف. يلا متحمس متشوق، ان شاء الله اقتل 15 16 واحد 10 واحد 75 واحد. هلا بدي انزل افتح فيه الجبهه. طلع ليكو ليكو ليكو، والله تكسرك تكسير هسه. اديني ما في غيره. هاي الارض ما بحبها، ينحن طح. اوه شو 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 يا واش يا واش باباتي يا واش يا واش. اوه في واحد نزل هون. الله 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 الله. يلا 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 يلا. افتح افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. لا 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 انطح طح فرض. ليك حتى بدك تشيل الاسلحه من الارض، بدك تعبيه ساعه، بدك شنطه، يعني ما هو بهين. اي بدلنا السلاح. في عالم عم تضرب القنابل. ليكو ليكو في واحد هنيك. اوه عم يضربني من وين؟ بدي اروح اخذ سلاح. لا 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 في حد جاي لعندي. ابو الحرام كلمني من وراك. جاوبني والله، خوفني تح اما اذا بتموت. والله ما عين عليك وضربني والله، والله لا امه ما شاء الله. لبتني كثير. يلا نعيد اللعبه ان شاء الله هالمره ما نموت. لك شفت شلون هيك راح عامني البندوق جاي من وراي، انا بتبص له لقدامه. بس صعبه صعبه كثير التحكم فيها. وين ننزل؟ هي مره خريطه البوشينجي. وين ننزل وين ننزل 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 وين ننزل وين ننزل يا حبيبي. بوشينجي صعبة، راح انزل هون، راح انزل هون. انزل 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 انزل. بس ما يقتلونا هنن، ما بيطلع. شوي بيكم سكرة، حتى ليكو الغرف اللي فيها يعني مو مثل غرف الموبايل يعني.
هذا سلاح فرد نعم. ما في أسلحة مثل الخلق. أكو سلاح. أكو. ليك وحتى السلاح مثلا مو باخذ الروسية بتاخذها شوف بيكون طلقة فردي بشكل مكتوب تحت عند 30 فردي لك تعملها هيك تسويه تلقائي فردي تلقائي هيك بيرش رش اما هو لما بتشيله بيكون عم بضرب طلقة فهي كمان هيك غليظ فيه باللعبة يعني في اشياء غليظة يعني صعبة التحكم فيها ولا خوف انا اطلع خيو والله بجاموني لك بس الاقي شيء محرز يا زلمة مال هذا هاي مرتين ما عم شوفون عم بجي لك انا ما عم شوفون لك هذا ما عم باين محل اجرين يا زلمه يعني عم طحطح نصير معي يا برعبي ابو شو اسمه هي ابو خوفه يا زلمه ونصير معي جنطه كل شيء يضربوني انا وخايف لا عم طحطح يا زلمه عم تخبوا عم يقتلوني ما عم بعرف اقتلون شو هيك انا ما عم بعرف العب انا والله على الموبايل انا بقتل 15 16 واحد اسهل له الموبايل انه كله بتلاقي الريبورت وبدري بربوت هذا ما فيه ده كله حقيقي وكل واحد اقوى من الثاني في كحينهم تقول لي قاتلهم ابوهم لو قاتلهم ابوهم ما بعملوا فيني هيك عم تخبوا عم تخبوا لو هن زلم بيطلعوا واجهوني انا بدي انزل اجي على الجبهه هيك فورا ما بدي اتخبى انا ما بحب الخبايات خوفون هاي خيوف واحد انا بدي اركض ورايا يا سيدي روح انزل محل ما هو بنزل بلي بنزل قبلي هو الله بياخذ سلاحه وبيقتلني بلي زين 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 بابا نزل اها هو نزل على السطح انا بنزل على السطح الثاني يا حقير اصحاني يا حقير يا ولد حقير لحقني يا شباب والله لحقني انا كسرك تاكسي تعال هلا موت زلمه تعال ياي ما في شيء ما في شنتي 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 شيل الشنتي الله يخليكم الله يخليكم بكره بس انزل الفيديو اي واحد عنده لعبه البوب جي على البلاي ستيشن بيلعبها يضيفني مشان العب معكم ترى انا هاي ما بعرف العب انا ما عندي شراكه ما عندي اصدقاء لسه انا جديد على البلاي ستيشن طبعا انا من زمان من عشاق البلاي ستيشن وبلعب بلاي ستيشن بس انه هالبوب جديد ما تفهموني غلط ترى انا بعتبرها مسبه واحد اللي ما بتعرف تلعب بلاي ستيشن بعرف العب بلاي ستيشن حريفه كمان بس البوب جي على البلاي ستيشن اول مره بلعبها يعني ايه وين صار الشنطة؟ كفو يطلع اوه وي تعال عبات الحالي لحالي الله يعطيه العافيه في دم معي؟ ايه والله معي ليش انت؟ لوي الله يعطينا العافية صوت سيارة ذاكر لا يا خويف يا خويف يا خويف والله لكسرك يا خويف هلا ولوي يا خويف يا خويف عمو انت زلمة والله كسرك لف لف ارجع لف ارجع افتح لف يا والف لف لف ليكو ليكو ليكو
راح الخيوف. خيوف راح. في واحد هون دخل هون. وي ليش هنداي؟ والله ليش هنداي؟ بس عطين شنتاي نحن. طيب يا زلمة ما بدك شغلة ما بلاقية يا زلمة بتصير بتمحوش الدنيا ما بلاقية. هي واحد يا عقيل تا 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 يا عقيل تا قتلته أول مرة بقتله قتلته وي ما خلي قدرت لي وي 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 يزرف أملي يا حقيم يا حقيم والله الكسرة أهرب لي وقف قلبي ما بعيدني بحالي ما بحالك والله ما اوي لك وين انا اوي لك حيوان لك ما حدا طلع طلعوا نورتي ها؟ ما بنلعب ها؟ على الموبايل ما بنلعب يعني الموبايل والبلايستيشن ما بلعب مع بعض ما بلعب يا شباب افتكر لعبة الببجي احلى من فورتناين في عالم تلعب فورتناين على بلايستيشن فورتناين لعبت عليها لعبتها ما حبيت فورتناين لانه بدك تعمر وترقد وبدك تكون سريع تعمير وما بعرف شو يعني ما فيها متعة البوبجي على البلايستيشن فظيعة رهيبة يعني ليكو فيها يعني واقعية أكثر من الفورتنايت وأكثر من الموبايل يعني شوفوا الشخصية تحس فيها واقعية أكثر فيها تحس حالك بحرب نظامي الأصوات حط سماعات بتطلع صوت رصاص نظامي شو هذا السلاح كلها فرودي هلا كسرك حقير اضربه اضربه تروح لعنده أنا يا ابن الايش جميل يضرب عليك اوخ بوم لك تبوخ ما بحسن هاج لهون خلص الفيديو اخواتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وهينيتنا اكثر من مره مع ابن حسين شفتوا شلون طبعا راح اضل العب فيها لما ياخذ ايدي عليها على البلاي ستيشن لانه كثير صعب بصراحه مو سهله يعني على البلاي ستيشن ولا عم بيجوك يعني ما بتفرق انه انت مبلش ليفل واحد وهذاك ليفل 100 كلهم عم بنزلوا مع بعض طلعت يلعب في بلاي ستيشن يعني في عالم عم بلعبوا من مليون سنه عم بلعبون ضدي انا ايش عرفني كله هلا عم بلعبها عم بنزلوا مع اعدائي كله قويين المهم اخواتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه ومثل ما قلت لكم اذا حبيتوا نكمل فيديوهات العاب واي لعبه بتكون اياها اكتبوا لي بالكومنت اكثر الكومنت جايب لايكات كثيره هذاك اللعبه رح ننزلها وبعتوا لي على انستغرام لحتى اشوف شو بدكم انزل لكم العاب تحياتي لكم يا اخوان السلام عليكم